قول يا جماعه اللقطه دي عشان دي لقطه جماهير. علو علو الصوت علو. ده جمهور النادي الاهلي بيستقبل بعثه النادي الاهلي عند فندق الاقامه كالعاده. يعني جمهور النادي الاهلي في كل مكان تي واقف وبيساند وبيدعم. ان شاء الله الحلو ان البطوله في السعوديه، فباذن الله هنشوف جماهير كتير للنادي الاهلي في هذه المواجهه. انت بتلعب مباراه في اي دوله عربيه بتحس دايما انك بتلعبها في بلدك، جمهور كتير، مصريين كتير في كل الدول العربيه، جماهير كتير للنادي الاهلي في كل مكان. فان شاء الله باذن الله الاهلي ياخد الدعم الجماهيري اللائق، واحنا متاكدين من ده. المهم ان لعيبه النادي الاهلي تبقى في ارض الملعب تستحق هذه المسانده العظيمه جدا من جماهير النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله.